السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، عمي مختار، انا صاحب الفيديو هذا. في الحقيقة لما كنا نحن نحيو هذا الكتروفان اتكسر عمي مختار للأسف. النص الفوقاني يطلع والنص اللي التحتاني يبقى لاصق في الموتور، كان صعب باش يتنحى. والمهم نحيناه عمي مختار، لما نحيته لقيت فيه داير لاغريس تاع الزيت عمي مختار، شحمه ماهيش بكثره اما كانت معرقله، انه المسمار يعمل المسمار اللي في وسط الالكتروفان هذاك كان مع ما يخدمش بصفه عاديه بطريقه عاديه. كان المشكل تاعو انه هذيك الزيت دارت له المهم دارت له واحد الشحمه خلته مع الوقت يتعطل على العمل العادي تاعو. في الحقيقة بدلتو، جبت واحد اخر نفسه بعد من لاكاس، لانه هو قلت لك تكسر على اثنين، نصف بقى الداخل نصف خرج. المهم هو المهم المشكل كان فيه هو عادي، يعني حتى ان خسرنا الكتروفان تاني عادي. المهم المشكل كان فيه هو، والسبب عمي مختار انه رجعت الكاسيت تاعي تاع الميموار. تفكرت باللي انه لما شريت السيارة في 2017 العامين الاولين كانت تمشي عادي عادي، عام ونصف ولا عامين كان نسافر بها عادي. الميكانيسيان قال لي بدل الزيت، هي كنت ندير لها توتال، مول صاحب السيارة قال لي دير لها توتال، دبر علي الميكانيسيان بدلت لها، درت لها نفطال تاعنا هذا تاع الجزائر. يمكن هذا نفطال هو مخدوم بصح ما يخدمش الحوايج هذه اللي فيها الالكتروفان والسيستم كيما نقولوا في تي اي والمشاكل هذه، يمكن هو اللي دار لي المشكل. وكاين مشكل واحد اخر نستعرف به عمي مختار، هو انا خطرات يا عمي مختار نتهاون على تبديل الزيت، ما نخليهاش تمشي 1100 ولا 1200، نوصلها حتى 10000، قلت لك 1100 10000 11000 ولا، اما وش هو نتهاون شوية عليها خليها توصل 9000 هذيك عادي 8000. هو من الأفضل ننصح بها عمي مختار، الواحد يستعرف بغلطه أنه الإنسان يبدل الزيت، لما يكون الزيت يتحرق ويفسد في المحرك راهو راح يدير لاغريس ويدير هذيك الشحوم يعني مختار اللي تسبب لك مشاكل في المحرك. المهم عمي مختار تاني هو كان يدير لي واحد المشاكل، أنه كي نوض السيارة الشاكمو يا عمي مختار يقبقب، خطرات دوزيام تمشي دوزيام يهز رجلي تسمعها دير قب 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 شاكمو. كنت نوض السيارة الصباح بكري ولا العشية ولا ما عندهاش، خطرات تديرها خطرات ما تديرهاش، وهي كانت عايشة بيها المرض هذا. نوض السيارة تنوض ماكسيليريا ترمينيت للدو، نظفت ستارتير منه ومنه ومزية اللي ما بدلتش ستارتير، كان المشكل منه هو يا عمي مختار، كان الصمامات تاعو الصمام ولا كيف نقول لك تاع الالكتروفان كان خطرات يبقاو مفتوحين، لما يبقاو مفتوحين يبقى ينوض الموتور ماكسيليري، هو عنده علاقة بالاكسيليراسيون في الرالونتي يعني مختار. المهم بارك الله فيك، والسيارة راهي مليحة ونشكروك والحمد لله، وسامحنا تعطلت عليك اني ريبوندي لك. كنا سقسينا عمي مختار على هذا الالكتروفان من قبل، وراو البروبليم تصلح وكل شيء راهو بخير الحمد لله. كان مسبب لي عدة مشاكل، منها كما قلنا في اللوتوروت نمشي مسافة بعيدة تاع 400 كيلومتر ولا تبدا السيارة تقطع ويعاود يرجع شغل طفات وناضت، تكوبي ديكوبير تولي فيها السيارة. كنت كي نوض السيارة صباح عشية ما عندهاش وقت معين، تنوض ماكسيليريا حتى نطفي ونعاود نوض تعاود ترجع رالونتي نورمال عادية. كنت نمشي دوزيام نهز رجلي على الاكسيلاتور تسمعها الشوك مود قب 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 قب. هو السبب تاعو شي هو انه من الاحسن الانسان ما يطولش المدة تاع الزيت، قال الزيت يمشي 10000 من الاحسن انك تبدله في 7000، لما تمشي بها 10000 ولا 10000 يدير لك واحد الشحمة تاع الزيت، لما يتحرق يدير اغريس تولي تخلي الالكتروفان ما يخدمش بطريقة صحيحة، خليهوش يخدم بطريقة صحيحة. ثانيا كنت رحت للميكانيسيان سقسيته قلت له عندي الزيت ينقص من الفيدونج، دبر عليا قال لي بدل الزيت، كانت تمشي بالتوتال قال لي دير لها نفطال، درت لها النفطال
ونفضل هذا يمكن ماهوش مدروس الحوايج هذه اللي يمكن يمشي الاطوز يمشي الاكسنت، بس الحوايج اللي فيها في تي اي والمشاكل هذه، ولا مع انه العلم موتير ماهوش في تي اي نورمالمون المختار، يعني الكتروفان المشاكل هذه عندها زيت معين كما نقولوا مدروس توتال توتال ما كلها تبدل لها الزيت، هذا هو المشكل. المهم بدلناه وراه كلش الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيكم. وهذا الكتروفان القديم على تراس تاع الشحمه هنا تاع الزيت، شوف الداخل كيفاه محجره، يمكن حتى تسبب لك في غلق الفلتر هذا. شوف هنا الرسول، كاين واحد الرسول ما عادش يخدم، الرسول هنا ما عادش يخدم عاد، تحب تهبط وما يهبطش كونسا. والسلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عمي مختار، هذه 207 1.4 16V سامبل، كسبها من 2017. أول ما بدأت تدير لي الديفو هو أن انديماري بريمير مع أنا نعقب دوزيام فيتاس يخرج لي تريونجل ويجيني سيستم كنترول موتور ديفايون في لافيشور. هذه العفسة اديرها لي خطرة في الخمس اشهر، خطرة في الاربع اشهر. مع الاول انا ما ديتهاش فيه، قلت كاش ما كابتور يكون موسخ، ولا خطرة على خطرة نتواي كابتور، خطرة على خطرة نتفقد لي فيش. اما مع الوقت قبل كنت نروح بها عادي، أن بحكم اني نخدم بعيد على الدار حوالي 800 كيلومتر، نروح ونجي عادي ما كان حتى مشكل، نروح زوج خطرات في العام 3 خطرات في العام، عادي جدا ما دير لي حتى ديفو. مع الوقت بدات تدير لي، عندها واحد 3 سنين بدات تدير لي خاصة من التروزيام للكاتريام، مع انا نجي راح ندوب لي نعقب من التروزيام للكاتريام فيتاس، مع انا نهز رجلي على الامبرياج ناكسيليري طيط يشعل تريونجل سيستم كنترول موتور ديفايون، وش يصرى لها تخض واحد الخضه في 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 لحظه في ثانيه في بلاصتها، تخض خضه وتكمل طريقها عادي، كان واحد حكمها وسيبها. ما فهمتش انا، كانه طفات وناضت ولا هي تدير واحد العفسه كانها طفات وناضت، اما هي تكمل طريقها عادي. من بعد ساي راح المشكل، هذه ديرها لي كي نمشي 400 كيلومتر مروح للدار، ولا قلت لك نسكن بعيد، مع اني تو تسخن الطوموبيل توصل 400 كيلومتر هذيك تبدا ديرها لي في البلايص هذيك تاع 400 500 كيلومتر تبدا ديرها لي خطره ولا زوج خطرات وخلاص. مع الوقت عمي مختار ولات تديرها لي حتى في لافيل، اما مش ديما ديرها لك، ولا تحب زعما نعصرها باش تديرها، ولا هكا ماشيه في رحمه ربي طب تديرها. ومن بعد بدات تكثر فيها، ولات تديرها في الدوزيام من التروزيام الكاتريام، خاصه من التروزيام الكاتريام مثل الكاتريام للسانكيام. قلت لك يا عمي مختار هذه من 3 سنين هي ديرها لي، والعام هذا بدات زدت ولات تديرها قلت لك في لافيل اكثر واكثر. وشنو بدات تدير تاني؟ ولات اني نمشي سانكيام، ماشي سانكيام فيتاس اوب حتى نديرها، وانت سانكيام ما تبدل فيتاس ما والو، سانكيام تديرها لك. درت كي كنت مروح المره الاخرى حبست في الطريق 400 كيلومتر، دارت هالي خليت التريونجل شاعل ما طفيتش ونوض، برسكو كي نطفي ونوض يروح لي راه. دخلت عند سكانير، درت سكانير كتبت لي سيستم عفوا الكتروفان دو ديستريبسيون فاريابل بي دوبل 012 بي دوبل 010 تاع سكانير، قال لي يكون عندك مشكل في هذا، وقال لي تفقد لاشين تاعك تكون مديكاليا. تفقدت لاشين عند الميكانيسيان، قال لي لاشين هي ملاح، اما درك بقى لي المشكل انه ما عرفتش اش نبدل هذا ولا واش ندير. عمي مختار قالوا لي انه هذا يخدم مع لي سوباب، عنده هذا سيك الكتروفان. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكل هذا عند عدة احتمالات، هما توا في السيارة الحديثة عمال يعقدوا فيها، عمال يجدوها في حاجات اللي هما يكرهوا في الإنسان في
في كسيبه نتاع الكهرباء نتاع السياره موديل جديد، يعني كثروا منهم هالحساسات وهالفارياتير وهكذا، هذه كلها يعني سببت مشاكل كبيره للناس. لكن الناس اللي مش حابه تفهم كونه هم راهم ما يكسبوش السيارات اكثر من 5 سنين ولوحوها في الفيراي، يعني لوحوها في عند نتاع الخرده هكا، علاش هم ما يتخلقوش من السيارات برشا كيفنا احنا. اما احنا لازمنا تقعد عندنا 100 سنه وديما نحبوها تقعد كما هي وما نخسر عليها حتى شيء. هذايا المشكل هذايا عنده احتمالات، كما قلت لك عنده احتمالات، عنده احتمالات يكون المشكل منه هو، يكون مشكل من تعديل الكاتينه، يكون مشكل من الفارياتور نتاع البولي ابراكا اللي هو الدبر استغفر الله الدبريابل نتاع الابراكا، يعني عدة احتمالات. احنا نبدو حاجة حاجة في الفيديو هذا، باش نعطيه الاحتمال الاول اللي هو ممكن ان شاء الله يجيب له نتيجة وتكون سهلة. ياخذ هذه القطعة هذه وينظفها مليح بال دبل في دي كات، هذاك الدي دبل في كات الامريكاني هذاك الاصفر، اللي هو يحاول ينظفها مليح مليح ويفخها بالهواء. هذه الحالة الاولى. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.